قدم الأب جورج رايحة حلقة جديدة ومميزة من برنامج صباحكم نور بعنوان التعلق العاطفي والتطرف الطائفي، واخذ استضافة البرنامج في الاستوديو الأخصائي النفسي الدكتور عامر المصري، في حين أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من الأب فرح حجازين والأب الدكتور إبراهيم دبور أمين عام مجلس كنائس الأردن، والذي وجه الناس إلى نبذ التطرف الطائفي والحفاظ على روح الحوار، فيما أوضح الأب حجازين الفرق بين المسيحية والنصرانية. فإلى هناك أبونا، أول شيء أنا بس يعني بشكرك على هاي المحاور اللي أنا زي ما قلت لك ما بحب أعرف إشي عنها، أنا بحب دائما بما قبل حديثي وحواري يكون معك تلقائي. أنا صار لي تقريبا يعني بهاي الخبرة 24 أو 25 سنة بالعيادات وبالاستشارات النفسية والاستشارات الأسرية، وبحب دائما أعطي كثير من الأمثلة اللي بنشاهدها بحياتنا اليومية واللي المراجعين عنا دائما بيشكوا منها. التعلق العاطفي هو مبني على حاجة أبونا، يعني الفكرة الأساسية أنه طفلنا عنده حاجات من أجل النمو، هاي الحاجات منها الجسدية ومنها النفسية، وأهم حاجة اللي اخترتها حضرتك اللي هي الحاجة العاطفية لوجود بيئة آمنة من أجل الاستكشاف. يعني احنا بنعرف أنه طفلنا بينولد وهو بحاجة لحدا عشان يحميه، وهذا هو الأب أو الأم اللي بتفاعل معهم بشكل يومي. التعلق العاطفي اللي هو مجموعة المشاعر والعواطف اللي ببنيها الإنسان في التفاعل مع العنصر اللي هو بتعلق فيه، اللي هو سواء بنحكي عن الأب أو الأم. فالآن التعلق هو شيء إيجابي، التعلق المرضي هو الشيء اللي حضرتك راح تحاورني فيه فيما بعد عشان نوصل ايش اللي بيصير او من وين بيجي هاي. والحجر الاساس فيها هو مقدمي الرعاية اللي هو الاب والام. اذا الطفل وجد البيئة السوية والبيئة السليمة من اجل اشباع حاجاته العاطفية ما راح يواجه مشاكل بالمستقبل، لكن اذا تم الحد من اشباع الحاجات العاطفية عن طفلنا راح يروح بالاتجاه المرضي. الفكرة انه التعلق بينعكس في المستقبل على اختيار شريك الحياة، اختيار شريك الحياة بينعكس على الأسرة، ثم تصبح دائرة، بيجوا الأبناء بيعانوا من نفس المشكلة، ثم يعاد تكرار نفس الخطأ. فعلا هذا كنت أوصل فيه مع حضرتك دكتور، انه احنا بنركز على الطفل بس عم نكتشف حالنا حتى تقدم معين في العمر. يعني هي بتبدأ بداية موفقة حضرتك سردتها إنها هي مشكلة تعود إلى الطفولة حسب أنا ما فهمت. نعم. والتالي بتوصل لمرحلة عمرية متقدمة. يعني بلاحظ دائما لما كنا مع المتزوجين الخاطبين، يعني أقصد بإعداد الخطاب، يعني أبونا هاي النقطة يمكن لازم أستوقفك لأنه نعم. أنت يعني كقانون أردني نعم. المقدمين على الزواج يعني هي هاي الفيصل الأساسي من أجل إلغاء التعلق العاطفي المرضي اللي بيحدث في العلاقات بين الأزواج. الدور يعني والمسؤولية حقيقة يعني كبيرة جدا على الكنيسة بخصوص المقبلين على الزواج. دائما بقول لهم حكيم صيني أو حكمة صينية، إنه إجت سيدة تسأل الحكيم الصيني إنه شو بتنصحني بنصيحة في التعامل مع طفلي. قالها انت متى اخذتي قرار انه بدك تخلفي؟ قالت لا انا ابني عمره 4 سنين. قالها انا بعتذر منك، يعني كثير متأخرة. ما بدي احبط المستمعين، بس الفكرة اللي بدي احكي فيها انه ابونا الزواج قرار، الانجاب قرار، وقدرتك على اتخاذ القرار السليم تعني تخطيط. هناك خطأ شائع أن النصارى هم المسيحيون وأن النصرانية هي المسيحية، وسوف نرى أن المسيحيين غير النصارى عقيدة وإنجيلا. فمن هم النصارى في العهد الجديد؟ أولا لقب يسوع الناصري، جرت العادة في الشرق تسمية الزعيم والمعلم منسوبا إلى بلدته أو مسقط رأسه، فلما ظهر يسوع يدعو بين اليهود
يدعونه ولقبوه لقبه أتباعه الأولون من الشعب والسلطات اليهودية والرومانية ليسوع الناصري نسبة إلى بلدته الناصرة التي نشأ فيها. نقرأ في إنجيل متى: وجاء مدينة يقال لها الناصرة فسكن فيها ليتم ما قيل على لسان الأنبياء إنه يدعى ناصريا. ولما دخل يسوع مدينة القدس باحتفال تساءل الناس: من هذا؟ فكانت الجموع تقول: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل. سأل يسوع الجنود الذين جاءوا للقبض عليه في بستان الزيتون: من تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري. وكتب بيلاطس سبب إعدام يسوع على رقعة جعلها على الصليب وكان مكتوبا فيها: يسوع الناصري ملك اليهود. إذن ففي نظرة أتباعه وأنصاره ورسله وفي نظر الشعب كله وفي نظر السلطات الدينية والمدنية كان يسوع يعرف باسم يسوع الناصري بحسب العوائد الشرقية. والآن سوف نتكلم عن اختلاف أتباع يسوع في نقطتين: أولا في الاسم، ثانيا في العقيدة. أولا في الاسم، بعد ارتفاع المسيح إلى السماء ونزول الروح القدس على التلاميذ انطلقوا بالدعوة للإنجيل، وطالما بقيت الدعوة محصورة في فلسطين كانوا يسمون نصارى. فلما انتشرت الدعوة المسيحية في سوريا أخذ الناس يسمونهم مسيحيين. قال بطرس في خطابه الأول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إن يسوع الناصري الذي قتلتموه وعلقتموه على خشبة قد أقامه الله. ففي البيئة اليهودية اسم أتباع المسيح هو النصارى وهم من بني إسرائيل. ولما انتشرت الدعوة المسيحية خارج فلسطين على يد الرسل وبعض اليهود الموجودين في المهجر ذوي الثقافة اليونانية كانوا يبشرون في فينيقيا وقبرص وأنطاكيا باسم الرب يسوع، فآمن عدد كبير ورجعوا إلى الرب. ويذكر أعمال الرسل وهو تاريخ تأسيس المسيحية، وفي أنطاكيا سمي التلاميذ أول مرة مسيحيين. ومنذ شاع هذا الاسم مع الدعوة الإنجيلية في أقطار الدولة الرومانية ثم في أقطار الأرض كلها. المسيحيون هم من الأميين أي الوثنيين، وهكذا صار اسم تلاميذ المسيح من بني إسرائيل نصارى، وصار أناس من أصل وثني وآمنوا بالمسيح مسيحيين.